المال ما يغير الأشخاص، لا، المال يخلي الأشخاص يطلعون بالصورة الحقيقية اللي هم عليها أكثر. يعني لو في عندنا شخص بخيل، فقير بس إنه بخيل، لما تعطيه مال زيادة تشوف بخله زيادة. ولما يكون في شخص كريم، فقير لكنه كريم، لما تعطيه مال زيادة تشوف كرمه زيادة. يقول المال يظهر معدنك بشكل أكبر. أنه في ناس، أنا متأكد والله يا صديقي العسل، متأكد من رحمة الله عليهم وبهم ما أغناهم، والله العظيم. وعشان كذا يمكن يكونون ما تيسرت لهم الأسباب الكونية اللي تخليهم أثرياء، لأنه في ناس يا صديقي العسل أقسم بالله يكون إنسان صالح وأموره تمام لأنه معه فلوس، وقت اللي تجي معه فلوس يفجر وحرفيا يخسر دنياه وآخرته. هذه حالات نادرة.